23 بالشهر شهر الـ11 بكون العنف مناهضة العنف ضد المرأة. أما نحن منشوف إن بدل ما العالم كلها عم تحتفل بمناهضة العنف، يعني رفع العنف ضد المرأة، منشوف بهذا اليوم بتزامن مع الاحتفالات والمظاهرات المناهضة للعنف ضد المرأة، منشوف الحكومة التركية وعلى رأسها حكومة أردوغان الفاشية اللي عم تقوم بأشد الضربات والهجمات بشمال شرق سوريا. لذلك هذا الهجوم بحد ذاته عنف ضد المرأة. نحن المرأة عم تتعنف بهالهجوم لأنه عم نضيع الأخ والزوج والابنة والبنت، عم نضيع أقربائنا، عم نضيع أرضنا. لذلك بكون هو العنف الأكبر ضد المرأة. لذلك نحن كشعب كردي ومع كافة المكونات القاطنة في شمال شرق سوريا من تل رفعت والشهبة لحتى ديري، واجبنا نقاوم ونساند قوات الجريلا، قوات قسد ضد الاحتلال التركي. برخدانيا كل امرالي برخدانيا كديروكي كل هرم بارستنا مديا بسركشيا يا جاستار حتى برخدانيا باكور رجلات سوريا رجافاي كردستان ام سلاف دكن و ام دبيجن بفرحي وبفي مورالي وكذلك حلبة تش طاخ الشيخ مقصود واشرفية ام بشتغيري ددن وبفي مورالجي ام في برخدانيا بسر بخن وسر كفتن ومسوغاري مابي بشتي فيك يا ام دزانن سيستما بابك صالاريكو بإيديولوجي وبهشمندية زور دستي هروها دستلاداري وظلامتي كو 5500 سالة لسر جن دمشاندن دهمان دمدا لسر جباكي جن دمشاندن.